بالنسبه للبنيات اللي مشاو والوليدات اللي مشاو تيقراو في ثانويه محمد الخامس ولا اعداديه محمد الخامس ببغمات وتم الايواء ديالهم في محمد في ازلي في محمد السادس، كاين الاشكال ديال النقل المدرسي اللي كيتسناو بالنسبه للتلاميذ ديال مراكش تي يساليو من النقل المدرسي عاد يجيو هما يوصلوهم هنا. كنشوفو كان جا واحد الاقتراح محلي بان ترونسبور سكولير ديالهم كاين اصلا في ماريغا، علاش ما نشوفو المجلس الاقليمي ديال الحوز يستعن بهاد لي مينيبوس ويعطيهم ليهم هما الشوفر ديالهم باش يحلوا هاد المشكل. يعني هادي بسيطه كتبان لينا حنا بسيطه، خص غير المجلس الاقليمي ياخذ الاجراء ديالو. ثانيا بالنسبه للاشكال الكبير اللي كاين هو بالنسبه للناس ديال الثانويه، بالنسبه من الجدع مشترك حتى البكالوريا هاد الناس التلاميذ باقي ما بداوش من نهار زعما من دخلت المدرسه الان باقي ما قراو حتى حصه، لان كيتسناو باش يوصلوهم غادي يصيفطوهم للشويطر والشويطر باقي بوان دانتيغوغاسيون ما عرفناش علاش. وحنا كنتمنوا ان هاد الوليدات على سورتو الدراري اللي عندهم الباك واللي عندهم الجهوي يعني المستويات الاشهاديه هادو خصنا نشوفوا من ناحيه المسار اشنو ممكن يدار معاهم في التنقيط والى اخره، وكيفاش يتداركوا هاد الدروس اللي فاتوهم، لان 8 د الدروس و 9 الدروس كيفاش غيتداركوا باش يديروا داك التحصيل الدراسي، التحصيل الدراسي يكون في المستوى كذلك باش يعطيو واحد النتيجه ان شاء الله يواكبوا الوليدات اللي سابقينهم هذا. وكنتمنوا مورا العطله تكون واحد البدايه موفقه لهاد الوليدات. وكذلك اللي فرحنا بزاف هما انه الاباء واعيين بهاد المشاكل ومستعدين يديروا يديهم في الحلول، خص غير الطرف الاخر يعجل لنا بالحلول تكون في المستوى ديال التطلعات ديال هاد الوليدات والاباء ديالهم. والحمد لله احنا كنشوفوا بان المشكليه كاين زنزال داز وهذا، ولكن كنتمنوا هاد المساله ديال التمدرس ما تغفلش وما نديروهاش غير زعما نبقاو تنديروا الحلول الترقيعيه وعلى حسب التلميذ. كنتمنوا يكون حلول جد ايجابيه وتكون ايجابيه بمعنى الكلمه باش تليق التطلعات ديال هاد الوليدات، لان ملي كتشوفوا في عينيهم داك الامل اللي عندهم باش ان شاء الله يخرجوا من الهشاشه ويخرجوا من الفقر عن طريق العلم، ما بينا الا نشجعوا هاد الشيء. وكنتمنى تخلق واحد اللجنه محليه ديال الرصد ديال هاد المسائل ديال التعليم وتكون بشراكه مع المؤسسات ديال التعليم والسلطات المحليه باش نهضوا ونرفعوا من المستوى ديال التمدرس في هاد المناطق المنكوبه ونعاونوهم ونمدي لهم يد العون، لان الناس فعلا بغات تقرا خص غير اللي يعطيها الكدمه وخص اللي يواكبها ويتصنت لهم. وراه الناس في الحقيقه جايبين حلول، عارفين المشاكل وجايبين واحد المجموعه ديال الحلول، خصنا غير نتعاونوا معاهم باش الحلول ديالهم تكون لها الاجراء على الميدان ونمشيو بعيد ببلادنا، لان مفتاح التنميه الحقيقيه هي المدرسه.